السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، أرحب بكم جميعا. درسنا لهذا اليوم عقد الزواج في الوحدة الرابعة. إذن فلننظر إلى هذه الشريحة، ماذا تمثل؟ إنها تمثل خواتم الخطبة لكل من الزوجين. درسنا لهذا اليوم بعنوان عقد الزواج، الزواج وأركان عقده. ماذا ستتعلم من درس اليوم؟ أن أعرف الزواج، أن أعدد أركان عقد الزواج، أن أعدد أنواع المهر. هيا نتذكر تعريف الخطبة. الخطبة هو طلب الزواج من امرأة تحل له شرعا، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج. إذا الخطبة هي طلب الزواج من امرأة تحل له شرعا، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج. عدد شروط التحريم بالرضاع: ألا يتجاوز عمر الرضيع سنتين. 2، أن تكون 5 رضعات متفرقات بحيث يترك الطفل الثدي باختياره بلا عارض. الكلمات المفتاحية: عقد الزواج، أركان الزواج، المهر، الزوجين. المقدمة عقد الزواج. تعد الخطبة وما يتعلق بها من أحكام وآداب شرعية خطوة سابقة لعقد الزواج. إذن كل هذه الأمور خطوة سابقة لعقد الزواج، وذلك العقد الذي تلتقي فيه الحقوق والواجبات ويسمو فوق الشهوات والأنانيات، بل يرتقي عاليا في بناء النشء الصالح وغرس البذرة الأولى في المجتمع السعيد. أولا، عقد الزواج. الهدف أن أعرف عقد الزواج. تعريف الزواج: هو عقد بين رجل وامرأة يحلان لبعضهما شرعا، أي ألا يكون من المحارم. غايته الإحصان واستمرار النسل وإنشاء رابطة للحياة الإنسانية المشتركة على أساس المودة والرحمة. وعقد الزواج هو عقد رضائي في الأصل، ولا يحتاج إلى طقوس دينية خاصة، ولكنه يقوم على شروط وأركان شرعية ولا يصح من دونها، وهذا ما يجعله مطبوعا بطابع ديني. هذا عقد الزواج. استنتج الفرق بين الخطبة وعقد الزواج. الخطبة أن مجرد وعد غير ملزمة، تبقى المرأة أجنبية ولهما النظر والجلوس مع بعضهما بضوابط. أما عقد الزواج، عقد شرعي ملزم، تصبح المرأة في حكم الزوجة وتترتب عليه آثار كثيرة. ثانيا، أركان عقد الزواج. الهدف أن أعدد أركان عقد الزواج. أركان عقد الزواج، بيجيك سؤال عدد أركان عقد الزواج. نقول العاقدان، إن صيغة العقد، 3 ولي الزوجة، 4 الشاهدان. إذن هذه أركان عقد الزواج. الركن الرابع العاقدان. إذن الركن الأول من أركان عقد الزواج هو العاقدان، أي الزوج والزوجة، ويشترط فيهما 4 شروط. العاقدان يشترط فيهما 4 شروط، نشوف ما هي الشروط. أول شرط الرضا، فالزواج عقد قائم على التراضي ولا يصح فيه الإكراه أو الإجبار. إذن قلنا الرضا، فالزواج عقد قائم على التراضي ولا يصح فيه الإكراه أو الإجبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طبعا الأيم هي من سبق لها الزواج. 2، أن يحل لبعضهما، وذلك بأن لا تكون الزوجة من المحرمات. إذن أول شيء الرضا من شروط العاقدين. 2، أن يحل لبعضهما، أي الخاطب والمخطوبة، أن يحل لبعضهما، وذلك بأن لا تكون الزوجة من المحرمات، أي الأقارب، مثلا العمة، خالة، أخت، إلى آخره. 3، تعيين كل من الزوج والزوجة في عقد النكاح. يجب أن يتعين في عقد الزواج أو النكاح اسم الزوج واسم الزوجة. 4،
ألا يكون محرمين بحج أو عمرة فإن المحرم لا يجوز له عقد الزواج. إذن عقد من شروط العاقدان 4 شروط: الرضا، أن يحل لبعضهما شرعا، تعين كلمة الزوج والزوجة في عقد النكاح. 4 ألا يكون محرمين بحج أو عمرة فإن المحرم لا يجوز له عقد الزواج. هذه الشروط 4 مهمة جدا. الركن الثاني صيغة العقد. الركن الثاني من ركن عقد الزواج صيغة العقد، وهي الألفاظ التي يجري بها عقد الزواج، والصيغة تتكون أو تتألف من الإيجاب والقبول. الإيجاب وهو الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين دالا على رضاه مثل زوجتك ابنتي. القبول وهو الكلام الصادر ثانيا من المتعاقد الآخر دالا على موافقته على الإيجاب مثل قبلت. يقول الإيجاب زوجتك ابنتي، القبول قبلت. ومن شروط صيغة العقد المطابقة والجزم، أن يكون مطابق تماما وأن يكون جازما بأن يدلان على رضا الطرفين من دون احتمال أو لبس، كما يشترط عدم توقيت العقد فعقد الزواج عقد أبدي غير محدد، فإن ذكرت فيه صيغة عقد الزواج مدة أو وقت بطول العقد. يعني مثلا إذا قال زوجتك ابنتي أو تزوجتك لمدة 1000 سنة، هنا عقد الزواج باطل. لماذا؟ لأنه وقته بوقت. إذن عدم يشترط عدم توقيت العقد، عدم توقيت العقد فعقد الزواج عقد أبدي سواء طال أم قصر. إذن عقد أبدي غير محدد، فإن ذكرت فيه صيغة العقد بطل عقد الزواج. الركن الثالث ولي الزوجة. الولي وهو أقرب رجل إلى الزوجة تربطه بها قرابة نسبية، وهو الأب، فإن لم يكن فالجد، فإن لم يكن فالأخ، فإن لم يكن فالعم. إذن ترتيب الأولياء: الأب، الجد، الأخ، العم. وقد اشترط الإسلام وجود ولي الزوجة في عقد الزواج، علل ذلك. نقول: صونا لها من الوقوع في الخداع والتدليس، ولأنه يحميها إن وقع خلاف أو ظلم. ما هو دور الولي في عقد الزواج؟ شو دوره؟ 1 موافقة على الزواج، فينبغي أن يضاف رضاه إلى رضا الزوج. إذا الموافقة على الزواج، فينبغي أن يضاف رضا الولي إلى رضا الزوجة ليتم عقد الزواج، وإلا فالعقد باطل غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، أي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذن يجب أن يضم رضا الزوجة إلى رضا الولي لكي يصبح عقد الزواج عقدا صحيحا ونافذا. 2 إجراء عقد الزواج بنفسه أو بوكيله. إذا لا يجوز أن يجري عقد الزواج بنفسه أو يوكل من ينوب عنه، فالإسلام ترفع بالمرأة أن تجلس بجمع الرجال وتجري عقد الزواج بنفسها لما يترتب على ذلك من إحراج لها. عضل الولي وحكمه. ما معنى العضل؟ تعريف العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج إذا تقدم من هو كفء لها. حكمه حرام. إذا العضل حكمه حرام، ودليل التحريم قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فإن وقع العضل وأصر عليه الولي نظر القاضي في أمرها، وله أن يأمر الولي بما فيه مصلحة المرأة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحل حيث قال: فإن اشتجروا، يعني اختلفوا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الركن الرابع من أركان عقد الزواج: الشاهدان. لما كان عقد الزواج من أخطر العقود وأهمها، أوجب الإسلام الإشهاد عليه، أي حضور الشهود، وأقلها شاهدين، لا يجوز أقل من شاهدين. وذلك بأن يشهد شاهدان على الأقل على إجراء عقد الزواج، وللشاهد 5 شروط. ما هي شروط الشاهدان؟
شروط الشاهد على عقد الزواج: الإسلام، الذكورة، البلوغ، العقل، العدالة. إذن شروط الشاهد على عقد الزواج: الإسلام، الذكورة، البلوغ، العقل، العدالة. هذه شروط خمسة يجب أن تتوفر في الشاهد على عقد الزواج. ومن الأمور التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية ولا تعتبر شرطا فيه الكفاءة. ما معنى الكفاءة؟ تعريف الكفاءة هي التساوي بين حال الزوجين في الدين والأمور الاجتماعية الأخرى التي هي محل اعتبار عرفا، وذلك كالنسب والغنى والمهنة ومستوى التعليم. مهنتك شو الكفاءة؟ بل يصح ولو تفاوت حال الزوجين بينهم الزوجين، ولكن شرط الكفاءة هي شرط لاستمرارية الزواج وليست شرطا لصحة عقد الزواج. والكفاءة فيحق للمرأة أن ترفض الزواج إذا لم يكن الخاطب كفؤا لها، كما يحق ذلك للولي أيضا. فإن رضيت المرأة والولي بحال الزوج صح عقد الزواج، ولا يحق لهما بعد ذلك المطالبة بفسخ عقد الزواج. يعني بعد الزواج إذا تنازلت عن شرط الكفاءة لا يصح لها فسخ عقد الزواج بحجة عدم الكفاءة. المهر أو الصداق، تعريفه، تعريف المهر هو الحق المالي الذي تستحقه المرأة على زوجها بعقد الزواج. حكمه، ما حكم المهر؟ واجب على الزوج، وهو من الآثار اللازمة لعقد الزواج. دليل وجوبه قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. حكمه، عفوا، حكمته هو رمز لتكريم المرأة. إذن حكمه شيء وحكمته شيء آخر. حكمته هو رمز لتكريم المرأة ودلالة على صدق رغبة الزوج، وعون للمرأة على تجهيز نفسها وتوفير ما تحتاج إليه في حياتها الجديدة. مقداره، مقدار المهر، لم يحدد لا مقدار أي يجوز الزواج دون تحديد مقدار المهر. مقدار، قلنا لم يحدد الإسلام مقدارا معينا له، بل ترك ذلك لاتفاق الطرفين. لكن الإسلام حض على عدم المغالاة في المهور لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية سلبية على المجتمع. أنواع المهر، عدد أنواع المهر. المهر المسمى، وهو المهر المتفق عليه صراحة في عقد الزواج. إذن أنواع المهر: المهر المسمى، قلنا وهو المهر المتفق عليه صراحة في عقد الزواج، يجب دفعه، أي المهر المسمى، دفعه كاملا في حالتين: الدخول بالزوجة، واثنين، وفاة أحد الزوجين بعد العقد. ويجب دفع نصفه إذا حصل الطلاق قبل الزواج. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مهر المثل، تعريفه، عرف مهر المثل. تعريفه هو المهر المقدر بمهر مثيلاتها، أي مثيلات الزوجة من قريباتها وقريناتها من الطبقة الاجتماعية نفسها. إذن هذا مهر المثل هو المهر المقدر بمهر مثيلات الزوجة من قريباتها وقريناتها من الطبقة الاجتماعية نفسها، ويجب دفعه أيضا في حالتين: واحد، عند عدم ذكر المهر في عقد الزواج. إذن زوج دون أن يذكر في عقد الزواج مهر، مقدار وكميته يجب دفعه عند عدم ذكر المهر في عقد الزواج. اثنين، عند الاتفاق على إسقاط المهر، يجب دفعه في حالتين مهر مثل عند عدم ذكر المهر في عقد الزواج،
وباء عند الاتفاق على إسقاط المهر. الأنشطة التعلمية والتقويمية. عرف ما يلي: عقد الزواج، الكفاءة، مهر المسلم. عقد الزواج عقد بين رجل وامرأة يحلان لبعضهما شرعا، غايته الإحصان واستمرار النسل وإنشاء رابطة للحياة الإنسانية المشتركة على أساس المودة والرحمة. هذا عقد الزواج. الكفاءة هي التساوي بين حال الزوجين في الدين والأمور الاجتماعية الأخرى التي هي محل اعتبار عرفا، وذلك كالنسب والغنى والمهنة ومستوى التعليم. مهر المثل هو المهر المقدر بمهر مثيلات الزوجة من قريباتها وقريناتها من الطبقة الاجتماعية نفسها. إذا عرفنا عقد الزواج، الكفاءة، مهر المثل. اثنين، اشرح كيف وفق الإسلام بتشريعه الحكيم بين اشتراطه رضا الزوجة واشتراطه رضا وليها وتفادي استبداد الولي وظلمه إن وقع، مبينا اسم هذه الحالة وحكمها. اشترط الإسلام أن يتطابق رضا الزوجة مع رضا الولي، وإلا كان ذلك إذا يعني ما تطابق رضا الزوجة مع رضا وليها، وإلا كان ذلك استبداد وظلم للزوجة، وكان ذلك عضل وحكمه التحريم. ثالثا، بين حكم الزواج فيما يأتي مع التعليم. الحالة: باشرت المرأة عقد الزواج بنفسها من دون إذن وليها، حكم الزواج غير صحيح. التعليل: لأن وجود الولي من أركان العقد. إذا التعليل نقول لأن وجود الولي من أركان العقد. الحالة اثنين، حالة: جرى عقد الزواج برضا الزوجة ووليها لكن من دون توافر الكفاءة، حكم الزواج صحيح. إذا قلنا الزواج الكفاءة ليست شرط لصحة عقد الزواج وإنما شرط لاستمراره. التعليل نقول لأن الكفاءة ليست شرطا لصحة العقد بل شرط لاستمراره. الحالة: قال الأب: زوجتك ابنتي راما، فقال الخاطب: قبلت زواج ابنتك منال، حكم الزواج غير صحيح. التعليل: لعدم وجود تطابق بين الإيجاب والقبول، ويجب تعيين كل من الزوج والزوجة في عقد الزواج. الحالة: تم عقد الزواج من دون أن يذكر المهر، شو حكم الزواج؟ حكمه صحيح ويجب المثل. التعليل: لأن المهر إن لم يسمى وجب بديله من مهر المثل. الحالة: تم الاتفاق في عقد الزواج أن تكون مدته سنة واحدة، ما حكم الزواج هذا؟ حكمه باطل وغير صحيح. لماذا؟ التعليل: لأنه لا يجوز توقيت في عقد الزواج. أعزائي الطلبة، إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.